لكم أعزائي المشاهدين في لقاء بيجمعنا معاكم برنامج براعم الغد، وبيجمعنا أيضا بالأستاذ الدكتور منير ويليام، استشاري جراحة التجميل والأمراض الجلدية أيضا. أهلا بحضرتك يا دكتور منير. أهلا وسهلا. النهاردة نتكلم عن الأمراض الجلدية والانفعالات النفسية عند الطفل، وأعتقد ده موضوع مهم جدا بالنسبة للطفل والأب والأم أيضا. تمام دكتور منير، نتكلم في البداية عن العلاقة ما بين الأمراض الجلدية والانفعالات النفسية بالنسبة للطفل، ما مدى هذه العلاقة؟ هو الحقيقة سيادتك الموضوع ده بالذات من المواضيع المهمة ان احنا نتكلم فيها. احنا في العصر بقى في تطور جامد جدا، وبقى دلوقتي الانفعالات النفسية سمة من سمات هذا العصر اللي احنا بنعيشه ونحياه دلوقتي، رغبنا ام لم نرغب. الجلد ما هو الا المرآة الطبيعية والصورة الحقيقية لكل ما يحدث في داخل الجسم. فاذا كنا بنقول ان الانفعالات النفسية والعصبية دي تعتبر شيء من تطورات هذا العصر، فلا بد ان يكون لها تأثير مباشر بالنسبة للجلد. الحقيقة احنا بنقول دايما ان الجلد والحالة النفسية والعصبية كلاهما يسبب الاخر، بمعنى ان احنا هنشوف مرض الانفعالات النفسية تؤثر تأثير مباشر في تكوين مرض معين، وبعد ان يتكون هذا المرض يعود يؤثر على الحالة النفسية الى السلبي والى التحطيم والتقليل وهكذا، فيبتدي تزيد حلقة المرض، ويكون كلاهما بيؤثر في الثاني وكلاهما سبب او مسبب، ولكن دايره مفرغه تكون بنهايتها ان حاله الجسم المرضيه تزداد سوءا. طب علاقه يا دكتور منير الحاله النفسيه بسقوط الشعر، مين الاول؟ الشعر ينزل الاول فتبتدي الحاله النفسيه تزيد، او الحاله النفسيه تتعب فالشعر يحصل له عمليه سقوط؟ الحاله النفسيه تؤدي الى سقوط الشعر، بمعنى ان الحاله النفسيه اذا كان مثلا الشخص ده حصل له نوع معين من الصدمة النفسية فأدى إلى تكوين مثلا مرض زي مرض الثعلبة، فببص بلاقي أنه عبارة عن بقع جلدية موجودة في فروة الرأس، منطقة تشبه العملة المعدنية ما فيهاش شعر خالص، اتكونت الثعلبة، ابتدى الشخص يبص عليها، ابتدت نفسيته تتعب، فابتدى الشعر يسقط. دي ناحية، يبقى الحالة النفسية أثرت في المرض فابتدى المرض يزداد. لكن الطريقة العكسية بقى أن أنا أكون بس سيء استخدام شعري، بمعنى ان انا ممكن استخدم سشوارات او استخدم حمامات البخار الشديدة او استخدم الابخرة اللي ممكن تأثر على فروة الرأس، او الصبغات اللي فيها مواد الاكسجين الذري المؤكسد وهكذا، كلاهما اذا استخدم ده بيهين فروة الرأس وبيهين بصيلات الشعر، وبالتالي بيحصل فيها سقوط للشعر، وهذا السقوط ايضا يؤثر على الحالة النفسية ويبتدي الشعر يسقط في دايرة تانية. فكلاهما الناحية النفسية تؤثر على سقوط الشعر، وظهور مرض عضوي في الشعر يؤثر على الحاله النفسيه. الاثنين كلاهما يكملوا بعض، سواء كان على سقوط الشعر الطبيعي او مرض زي مرض الثعلبه وما الى هذا. طب البهاء يا دكتور، تاثير الحاله النفسيه على وجود مرض البهاء؟ هو مرض البهاء، لك ان تتخيلي مرض البهاء لو اصاب اليدين او الوجه، بتبص تلاقي الشخص بعيد في المجتمع، كل شخص بيخاف يقرب ناحيته، بيتهيأله ان ده مرض معدي. في نفس الوقت الشخص نفسه ما بيكونش عنده الجرأة انه يدخل ويعمل مشاريع او يواجه المجتمع او يكون قريب من الشخصيات المحيطة بيه، بيحس انه هو شخصية منفور منها، بيحس انه هو الكل بينظر له نظرة غير طبيعية. طبعا ده ما فيش شك انها بتأثر على الناحية النفسية بتاعت هذا الشخص، ومن هذه التأثيرات بتاعت الحالة النفسية بتاعت الشخص ابص الاقي ان البهاء المرض بيبتدي ينتشر اكتر، بدل ما كان في نقط محددة في الوجه او اليدين يبتدي ينتشر في اماكن كثيرة من داخل الجسم. والحقيقة بالحالة دي بنبص بنلاقي ان الحالة النفسية بتزيد من مرض البهاء، مع ان المرض البهاء هو السبب في الحالة النفسية بتاعة الشخص اللي وصل لها، ومن هنا بيكون دايرة مغلقة، كلاهما بيأثر في الآخر، كلاهما بيسبب الآخر. النتيجة النهائية الحالة النفسية بتاعة الشخص بتزداد سوء، والحالة المرضية بتاعة الشخص بتزداد سوء. طب بما ان احنا بنتكلم عن الحاله النفسيه، ناس كتيره قوي تقول لا انا ما بحبش الموضوع ده، او ما بحبش اشوف فلان لان بتحصل لي حاله من الارتكاريا. يعني علاقه الارتكاريا وتاثيرها بالحاله النفسيه، ده صحيح الاول الاعتقاد ده؟ هذا الكلام صحيح. بمعنى ايه؟ الحاله النفسيه بتؤثر في الجسم على افراز ماده انفعاليه اللي هي ماده الادرينالين اللي انا بيها اقدر اواجه المجتمع. فانا خلاص متضايق من الشخص ده، حالتي النفسيه بتزداد، ماده الادرينالين بتطلع. هذه الماده الكيميائيه اللي بداخل الجسم بتؤثر على تكوين ماده اخرى اسمها ماده الهستامين، وماده الهستامين هي المسؤوله الاساسيه عن تكوين بقع الارتكاريا اللي هي عباره عن ارتفاعات معينه فوق سطح الجلد، ويكون فيها تورم وارتفاع بسيط في درجه الحراره، وفي خلال ساعتين ثلاثه تجري وتسيب المكان وتروح مكان ثاني وهكذا تنتقل. فعلا
ان الشخص ده هيعمل لي ارتكاله في جسمي، دي عباره صحيحه. دي صحيح. طيب بمناسبه الحاله النفسيه برضو، حلقتنا النهارده من برامج الغد كتير قوي من الساده المشاهدين يقول انا عندي هالات سوداء حول عيني، سواء كان من تحت او من فوق او دايره كده حوالين العين من الهالات السوداء. هو بيتخيل انه هو طبعا ما بيجيش في بال المشاهد ابدا انها ممكن تكون حاله نفسيه، وبيتخيل ان دي كريمات، بيتخيل ان دي ممكن تكون، في ناس بتستعمل الزبادي، عسل النحل، في ناس بتتعامل معها تعاملات كتيره جدا. لكن مدى علاقه هذه الهالات السوداء بالحاله النفسيه نقولها برضه للمشاهد. هو الحقيقه سيادتك اثرت نقطه جميله جدا اللي هي الهالات السوداء حول العين. لغايه من 3 سنين فاتت كنا بنقول ان هذه الهالات لها علاقه مباشره ووحيده بالحاله النفسيه، لغايه لما في عالم انجليزي اثبت ان هناك علاقه مباشره بين هذه الهالات السوداء والعوامل الوراثيه. وراثه. وده يتعلق بسمك الجلد الموجود في هذه المنطقه، هذا السمك هل هو جزء من الملي بدرجه معينه؟ فوجدنا ان الهالات السوداء بهذا البحث الجديد الحقيقه اللي هو منتشر لسه جديد خالص، اثبتنا ان الهالات السوداء لها علاقه مباشره بالحاله الوراثيه وتتعلق بسمك طبقه الجلد بالنسبه للجفن سواء العلوي او السفلي. ولكن هذا لا يمنع ان الحاله النفسيه بتزيد من هذه الحالات. يعني لك ان تتخيلي ان انسان ينفعل طول الوقت او طول الوقت في عياط، العياط بيزود في الوش اغلب عضلات الوش حوالي 23 عضله، بينما الضحك بيزود في الوش 7 عضلات. يمكن عشان كده العياط بيأثر في كل حركات الجسم ومنها المنطقة طبعا أسفل العينين وأعلى العينين. وبالتالي نقدر نقول أن الحالة النفسية الانفعالية إلى الحزن والانفعالات تزيد من هذه الهالات السوداء، لكن السبب المباشر لهذه الهالات السوداء هي عوامل وراثية بحتة. هناك أمراض أخرى لها علاقة بالحالة النفسية؟ أمراض كثيرة جدا. لك أن تتخيلي أن الأمراض الجلدية نسبة عالية جدا منها تتعلق بالحالة النفسية والباقي عبارة عن عوامل وراثية. فإذا اتكلمنا طبعا ما ننساش دور الحشرات والالتهابات البكتيرية والفيروسية طبعا. لكن في مرض مشهور قوي في الحالة النفسية زي مرض الحزاز. مرض الحزاز ما هو إلا بقعة في الجلد مع هرش، هو ده مرض الحزاز. إذا كان حزاز منبسط بنلاقي البقعة لونها يميل إلى اللون الوردي ويصيب إلى أغشية الفم من الداخل. إذا كان الحزاز النشواني وده نوع من الأنواع النادرة الحدوث، فبنلاقي البقعة الجلدية بني أو أصفر ولا يصيب أغشية الفم من الداخل أو الأغشية المخاطية بصفة عامة. وهذا المرض يزداد تماما بالحالة النفسية للشخص. كلما زادت الحالة النفسية كلما زادت البقع الموجودة في داخل الجسم، كلما زادت شدة وحدة مرض الحزاز. العملية كده بقت صعبة جدا يا دكتور منير، لأن مين النهاردة أولا ما عندوش حالة نفسية؟ يعني بداية من الطفل لغاية كبار السن أكيد بيصاب في فترة من الفترات بحالة نفسية، وهي اللي بتبتدي بالزعل زي ما احنا بنقول. فعملية صعبة قوي إنه مع وجود الحالة النفسية يظهر أي مرض من الأمراض دي. فنصيحة حضرتك تقولها لكل أب ولكل أم ولكل طفل أيضا إنه يتجنب الحالة النفسية علشان لا قدر الله ما تقلبش معانا بمرض نفسي بعد كده. هو كلام سيادتك واضح تماما، إنما احنا نحب نقول حاجة بسيطة قوي، إن احنا في الحلقة دي قصدنا نقول للأب والأم تجنب الانفعال النفسي اللحظي اللي موجود في وقته. احنا لسه ما وصلناش لحالة ان المرض بقى مرض نفسي كبير وخلاص بقى الطفل بيعاني منه، ما بقاش اكتئاب، ما بقاش مثلا وسواس، ما بقاش حاجات زي كده. هو لا، ده احنا بنقول على الأب وعلى الأم تجنب الانفعال اللحظي في هذه اللحظة في هذا الوقت، لان ده ممكن ينعكس على ابنه وينعكس على بنته، وبعد كده هو الاولاد هيبتدوا يعانوا من امراض معينه. يجي الولد يجي له ثعلبه، يجي له وهاء، يجي له زي ما هتجي له كافه الامراض اللي اتكلمنا فيها من ناحيه الاحوال النفسيه، ويرجع الاب والام يصرفوا كل فلوسهم علشان يعالجوا هذا الطفل. يبقى اذا البدايه ان تجنب الانفعال اللحظي للوالدين هيخلي الطفل يطلع طفل سليم وطفل سوي ومش ممكن هيعاني من هذه الانفعالات. واعتقد برضو يا دكتور منير الاب والام يعني يخفوا العصبيه شويه لان ده بيأثر اكيد على الاطفال. اكيد انا بتفق مع سيادتك تماما. دكتور منير في نهايه حلقتنا احنا بنشكر حضرتك على هذا اللقاء الممتع. اعزائي المشاهدين نرجو ان تكونوا قد استمتعتم معنا واستفدتم معنا بهذه الحلقه من برنامج براعم الغد. شكرا والى اللقاء.